أهلا بكم في استوديو. الآن يقف مرصد الفتاوى بدار الإفتاء المصرية بالمرصاد لكافة التنظيمات الإرهابية النشطة، لا سيما تنظيم داعش الإرهابي الذي نجح في تكوين تنظيمات عنقودية صغيرة منتشرة في عدة دول حول العالم، مستفيدا من حالة التشرذم والتفكك التي أصابت تنظيم الإخوان بعد سقوط مشروعه في مصر، والتي شكلت قاعدة خصبة لإعداد وتصدير العناصر الإرهابية للانضمام لداعش. يعد مرصد الفتاوى التكفيرية مؤسسة بحثية معنية بمواجهة التطرف والفكر التكفيري لدى الجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية، ودورهم مواجهة الفكر بالفكر وتفنيد مزاعم المتطرفين ونشر الردود عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. للحديث عن دور المؤسسات الدينية في مواجهة الفتاوى الإخوانية وتفنيد الفتاوى والرد عليها أيضا من خلال دار الإفتاء وتجديد الخطاب الديني أيضا ومنع وصول الفكر الإخواني للمساجد من خلال وزارة الأوقاف، ينضم إلينا الآن معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية مسألة، دائما ما نتحدث عند الحديث عن الأفكار المتطرفة عن دور المؤسسات الدينية، قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الحملات الإلكترونية وهذه الفتاوى الغريبة من التنظيمات الإرهابية، ما هو دور المؤسسات الدينية في محاربة الفكر المتطرف أصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو دعينا يعني نبدأ بمقدمة مهمة جدا حتى لها علاقة بالأحداث اللي ممكن تحصل للوطن وبعض يعني الحوادث الكبيرة. حتى في مواجهة الإرهاب لازم في ثلاث مستويات من التحدي، وهم بهذا الترتيب. في الحقيقة المواجهة الأمنية والمواجهة العسكرية آخر حاجة، لكن هو من المفروض أن أول حاجة بتبقى في مواجهة فكرية وفي مواجهة اقتصادية، مسألة مراعاة البعد الاقتصادي، وآخر حاجة بتيجي المواجهة العسكرية أو المواجهة الشرطية. وفي الحقيقة عشان يعني أنا عيني ذهبت إلى أمر مهم جدا، السيد الرئيس في آخر خطاب كان في الدورة الثقافية في القوات المسلحة قال كلمة مهمة جدا، قال إن احنا بنسمع كلام كتير جدا على موضوع المبادرات في المواجهة الفكرية، لكن في الحقيقة مش شايفين أمور تنفذ على أرض الواقع، أو الجزء اللي بينفذ على أرض الواقع منها جزء بسيط. وده في الحقيقة بياخدنا بشكل سريع إن احنا نتكلم على إن الأفكار، لو احنا اتكلمنا على فكرة الأفكار إن هي مسألة إن احنا نطلع مثلا في وسائل الإعلام أو حتى داخل المساجد، وإن هي كلام الناس طول الوقت عن الأفكار، مش هو ده أبدا المقصود بفكرة المواجهة الفكرية. المقصود إن احنا نعمل نموذج فكري مكتمل للمواجهة الفكرية. أنا هوضح لحضرتك مثال بسيط، هذا ليس يعني ليس مجاملة ولكن تعمقا في الشأن المصري، وعشان احنا بنحب هذه البلد ونعرف تماما قيمة هذه البلد للعرب وللإسلام وللعالم كله. لما جه الرئيس عبد الناصر، لما قامت ثورة 52، فالرئيس عبد الناصر اتلقى النخبة اللي بياخد منها ناس توجه الرأي العام اللي موجود في البلد، اتلقى الأستاذ العقاد وزكي نجيب محمود والسباعي وتوفيق الحكيم، وفي المجال الغنائي حتى تلاقى عبد الوهاب وتلاقى أم كلثوم وتلاقى عبد الحليم حافظ، في المجال الأزهري تلاقى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ المراغي، جه بعده الشيخ عبد الحليم محمود وكله، والشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، وكل هؤلاء العلماء. فلما جت الدولة تاخد خارج من هذه النخبة، في الحقيقة هذه النخبة الثقافية التي تتواصل مع الناس وهذا الفهم والفكر المهم جدا تم تجريفه خلال 40 و50 سنة. عشان كده في صعوبة لما جه الرئيس السيسي وهو عنده الهم المهم جدا في فكرة تجديد الخطاب الديني وفكرة نقل هذه ونقل هذه الأفكار إلى الناس ووضع برامج عملية إلى الناس، وجدنا صعوبة. ليه؟ لأن للأسف الشديد لا يخفى على حضرتك وكل السادة المشاهدين اللي النهاردة الناس بتلتف حواليهم في النخب وفي المسلسلات وفي بعض المشاهد، في الحقيقة لا يعبر عن هذا البعد التاريخي والحضاري
والفكري المهم جدا لهذه الأمة، اللي هي في الحقيقة في جزء مهم جدا من فكرها هو فكر بيقود كل العالم العربي، بل بالعكس بيقود كل العالم الإسلامي، بل في الحقيقة حتى في المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الغربية الذي يعبر عن الفهم الإسلامي الصحيح لا زال متمسكين بأن هذا الفهم المصري هو الذي يعبر عن الفهم الإسلامي الصحيح. وحضرتك مطالبات الجهات الأوروبية والجهات في أمريكا وبعض العقلاء حتى في الغرب مطالبتهم بأن يظل هذا الفهم الإسلامي الذي يقوم على التعددية، الذي يقوم على فهم الآخر، الذي يقوم على الاعتماد على العقل مع النص، الذي يقوم على الحوار، الذي يقوم على احترام وجهات النظر حتى المخالفة، هذا الأمر ليس وليد اليوم، ولكن في الحقيقة هذا هو الميراث التاريخي التي تارسه المؤسسة الدينية التي تعبر عن الإسلام في مصر، التي يأتي الجبرتي منذ القرن 17 الميلادي ويقول أن كان يدرس في مصر أكثر من 20,000 طالب منهم 10,000 من بره مصر، الذي يتحدث فيه المؤرخين علي باشا مبارك يتحدث في كتابه الخطط أن مصر كانت حتى مسؤولة عن فكرة نشر الإسلام وإرسال العلماء حتى خارج مصر، هذا الكلام قبل سنة 1800 نتحدث في القرن 18. ففكرة مسؤولية هذا الفكر واهتمام العالم بأن يرى فكر وتجربة الدولة المصرية في نشر هذا الفكر الوسطي هو في الحقيقة أمر مهم جدا ونموذج مهم جدا. دي النقطة الأولى اللي احنا لابد نتوقف عندها. طيب. النقطة الثانية وهي أن المؤسسات الوطنية التي بنيت في الدولة، وده أنا حديث بوجهه للأسرة المصرية وللشباب ولأصدقائنا ولكل الناس، المؤسسات الوطنية لم يبنيها فرد، مفيش يعني أنا ما أقدرش أجي على مؤسسة وطنية مهمة جدا مثلا زي القوات المسلحة، مؤسسة القوات المسلحة ما بنهاش فرد وما بنتهاش مجموعة ولا بنتها جماعة، هذه المؤسسة بنيت عبر تاريخ مصر، كل تاريخ حتى من أيام مينا موحد القطرين، لما حضرتك تشوفي فكرة دفاع مصر عن الوطن واعتبار أن هذا الوطن مقدس وأنها حروب دفاعية ولم تتعد أبدا على آخرين، لما حتى جت الهكسوس هي التي تعدت ووقف ضدها الجيش المصري، وفكرة توحيد الدولة المصرية التي أول هم قام به الجيش المصري سنة 3200 قبل الميلاد في فكرة توحيد الدولة المصرية، ثم استمرارا لهذا الدور اللي ظهر في 30 يونيو الخيار الذي كان أمام المؤسسة العسكرية في 30 يونيو هو خيار وطني بامتياز، لو حضرتك عايزة تشوفيه هو يعبر ليس فقط عن المؤسسة العسكرية ولكن يعبر عن الشخصية الوطنية المصرية باختلاف انتماءاتها وباختلاف توجهاتها الموجودة. فتبدأ بعد كده أنا هسيب هذه المؤسسات تقوم بهذا الدور التاريخي اللي هو تكون من لا أنا بستخدم حتى الناس المؤيدة والمحبة لهذا الوطن في ترويج إشاعات تنال من هذه المؤسسات واستخدموا في مسألة مش بس الشائعات هو حتى الفوضى اللي احنا بنتكلم عنها في فكرة الفتاوى، يعني هو حتى استغل مسألة يعني مسألة تجديد الخطاب الديني ومسألة دور المؤسسات الدينية وتخطاها لمسألة فتاوى جديدة أنا هقول لحضرتك أنا هوصل لحضرتك ليه؟ لأن في البداية احنا لازم نشرح للناس، لازم نوضح للناس هو ايه اللي بيحصل عشان ما يحصلش فصل بين بين الدولة وبين الناس ولازم نعبر بشكل واقعي وبشكل حقيقي. لما يجي مثلا الترويج لفكرة مخيفة جدا وممكن حضرتك دلوقتي لما مثلا نتطرق ليها هتلاقي يقول لك هو ليه المؤسسة العسكرية بتعمل في مثلا في امور لها علاقه بالتجاره ولها علاقه بالصناعه والكلام ده كله. طيب لما يكون في حرب 73 اللي تحمل الفاتوره بتاعه الحرب 73 المؤسسات المصانع اللي كانت تبع الدوله، بعد كده لما دخل نظام الرئيس السادات ودخل نظام الانفتاح الشركات اللي تبع الدوله بيعت، الجيش يسلح نفسه منين؟ لابد ان يكون هناك امر اقتصادي للمؤسسه العسكريه، وهذا الامر الاقتصادي في النهايه بيعود على مين؟ بيعود على المصريين. يعني لما بيبقى في انتاج زايد بيعود على مصر، واحنا شفنا في عز الازمات اللي كانوا عايزين يسببوا فيها بعض المجاعات مين اللي تصدى؟ مين اللي استخدم الاتوبيسات داخل اللي موجوده؟ ليه؟ لان في فهم مختلف على الشخصيه الوطنيه اللي هي فاهمه ان دورها بناء الدوله، المساهمه مع الدوله، ان هي تساهم مع كل المؤسسات، وفي فرق بين فكره خطف الجماعات للدوله. ده لازم يبقى واضح، الجماعات اللي عايزه تعمله في الدوله ان هي تحول دورها في الدوله المكاسب ماديه، تاخد هذه المكاسب الماديه لنفسها.
وعشان كده المصريين بعبقريتهم قدروا يفرزوا هذا الموضوع لم تستطيع الكتابات المكتوبة في الغرب بقالها 60 سنة. كيف تستطيع أن تسقطي جماعات الإسلام السياسي بين قوسين؟ هذا يكتب من منذ 60 سنة. الطريقة الوحيدة التي تستطيع فيها فتح وكشف زيف جماعات الإسلام السياسي هو أن يمارسوا الحكم. طيب. عشان كده كانت السنة اللي مارسوا فيها الحكم كانت سنة كاشفة لكل المصريين. كانت سنة واضحة لكل المصريين أن القضية ليست وطن وأن القضية ليست دين. ولكن القضية في الحقيقة هي مكاسب سياسية ومصالح. هي مكاسب شخصية. هي مصالح ومصالح لهذه الفئة وفقط. حتى لما تشوفي حضرتك الأفكار التاريخية اللي هم روجوها وكتبت فيها الليبراليين وكتب فيها اليساريين وكتبت فيها حتى الاختلافات المشارب الثقافية ييجوا يروجوا فكرة زي فكرة مثلا الخلافة زورا وبهتانا وضحكا على الناس. الخلافة دي كانت في فترة محددة، الخلفاء الراشدين في فترة محددة وفقط. كانت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي، وفقط فترة الخلفاء الراشدين المحددة. يجوا بعد 20 سنة من ترويج هذه الفكرة ان هم بس اللي يعرفوا يعملوا الخلافة. وده كلام كمان زور وكلام بهتان. ثم يروجوا نفسهم، تسويق نفسهم للغرب على اعتبار ان هم اللي بيتكلموا، هم اللي عارفين الفهم الوسطي للدين. ويقعدوا يتكلموا لمدة 40 سنة على فكرة الوسطية واختراع الوسطية، وفي النهاية يبقوا هوب. الكلام ده احنا لازم نشرحه ولازم نوضحه للناس عشان الناس تعرف الخديعة التي تقوم هذه الجماعات بالترويج لنفسها باعتبار انها ذات مرجعية تنتمي الى الدين، وفي الحقيقة هذه المرجعات ليس لها علاقة بالدين، ليس لها علاقة بفهم الاسلام، ليس لها علاقة حتى بالتاريخ الاسلامي. التاريخ الاسلامي يا استاذ اميز بين ان دور علماء الاسلام هو لتنوير الناس، هو لتبصير الناس، هو لخلق احكام فقهية تيسر على الناس حلهم، هي لخلق احكام فقهية والابتكار احكام فقهية توضح للناس ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لعمارة الاكوان وللحفاظ على دم الانسان ولعبادة الرحمن. هذه المهمة الراقية والسامية هي اهم بكثير جدا بالمناسبة من فكرة الوصول الى بعض المكاسب الدنيوية. عشان كده لما حضرتك تشوفي عبر تاريخ مصر، عبر تاريخها، تجدي ان علماء الإسلام في مصر كان لهم دور قوي جدا، حتى أقوى من الدور التي تقوم به بعض دول المماليك والدولة الفاطمية والدولة العباسية، وصولا حتى بما سمي زورا وبهتانا الدولة العثمانية. هتجد أن علماء الدين كان لهم دور مهم جدا في تنوير الناس، في الدفاع عننا. يكفيني أن أنا أقول لحضرتك أن أول شيخ 1111 في تاريخ الازهر كان اسمه الشيخ الخراشي عليه رحمه الله. من قول الناس، استجاره الناس به وقول الناس يا خراشي، اصبح مشهورا في التاريخ المصري قول ان الناس تقول يا خراشي. فعشان كده لابد ان احنا نوضح للناس ونحط النقط على الحروف ان هذه الجماعات، وانا سعيد جدا بالتقرير قال كلمه مهمه جدا، قال ان دي الافكار الاخوانيه، الافكار الجماعات هي ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالفكر الإسلامي وبالدين الإسلامي وبالفهم الإسلامي. يعني طبعا بشكر حضرتك على اللمحة التاريخية اللي حضرتك رصدتها دلوقتي، وهي الحقيقة مهمة جدا. لكن في الواقع اللي احنا عايشين فيه، ايه هي الآلية او ايه هي الخطوات اللي من المفترض ان تقوم بها المؤسسات الدينية في مواجهة هذه الجماعات؟ تمام. خصوصا يعني حضرتك بتتابع استخدام واستغلال هذه الجماعات لمواقع التواصل الاجتماعي، الوصول للشباب من خلال اللجان الالكترونيه وبالكتائب الالكترونيه، فهناك الحقيقه انتشار واسع. كيف تتصدى لهذا المؤسسات الدينيه؟ بص حضرتك، الموضوع بتاع الانترنت ده له 5 مستويات من المواجهه. المواجهه الاولى ان احنا لازم نشوف المحتوى الرقمي الديني نفسه ازاي. انا وحضرتك اتكلمنا في موضوع ديني، في موضوع يتعلق بمساله دينيه معينه. لما حضرتك تعملي بحث على المساله الدينيه دي ستجدي ان الافكار الشاذه التي تعبر عن الافكار الهمجيه الشاذه التي ليس لا التي كانت عبر كل تاريخ العلماء كانت تذكر باعتبار انها افكار شاذه، باعتبار انها افكار مغلوطه، باعتبار انها افكار ليست ما تلقفته الامه بالقبول، ما اتفقت عليه الامه وتلقفته الامه بالقبول. المحتوى الرقمي ده، وانا أقولها وأجري على الله أن تغيير المحتوى الرقمي إلى محتوى رقمي يعبر عن الدين الإسلامي ويعبر عن وسطية الدين الآن أهم من بناء المساجد. أن يكون هناك محتوى لما حضرتك ولادنا وأحفادنا
في المستقبل هيعتمدوا على هذه الوسيلة باعتبار أنها الوسيلة الوحيدة المعرفية. هي بقت المكتبة اللي بيلجأوا لها في كل شيء وبيسألوها في كل شيء. لابد أن يبقى في محتوى رقمي يوضح للناس إيه هو اللي موجود، إيه هو الدين، إيه هو التعريب بالإسلام، إيه حقيقي ليس المزيف. وفي الحقيقة النسبة المحتوى الرقمي الديني المتطرف أكتر من 95%، المحتوى الرقمي المعتدل لا يتعدى 5%. عشان ودي صناعة، صناعة في ان حضرتك لما تيجي تكتبي كلمة الاسلام يطلع لك الاسلام بتاع اللي هو روج له، دي صناعة التسويق. وحضرتك عارفة ان التسويق الالكتروني يختلف من اختلاف حتى المكان، يعني انا ممكن اعمل تسويق الكتروني في 6 اكتوبر لما ابحث عن اسم حضرتك يختلف لما اعمل بحث في وسط البلد. لما ادور عن معلومة تتعلق بحضرتك له علاقة باني اعمل الرموز في البحث كلمة واحدة مثلا ما اعملهاش كلمات كتير، دي صناعة، صناعة التسويق الالكتروني دي صناعة. لابد ان يدخل في صناعة التسويق الالكتروني مسألة التسويق الالكتروني لمحتوى رقمي ديني جديد يعبر عن الاسلام، دي النقطة الاولى. النقطة الثانية وهو الدور المهم جدا والمحوري اللي احنا لابد ان احنا نركز عليه، واللي انا بشكر فيه قناتكم المحترمة ان هي ركزت على دور دار الافتاء المصرية في مواجهة سواء المرصد التكفيري او حتى المعيار اللي عملته دار الافتاء المصرية لكل الجماعات الارهابية. بمعنى ايه؟ ان احنا لازم في النهاية يبقى فيه مخرج نكتبه زي ما الناس بتشوف في 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 بوست على الفيسبوك او في بوست على تويتر. فكره الناس الناس وجيل الشباب بقى محتاج العباره المختصره المقتضبه الذي تعبر عن تجربه، انا بديله لينك يعبر عن البحث اللي انا عملته وعن الطريقه اللي انا وصلت بيها، المنهجيه اللي انا وصلت بيها، لان هذه الجماعه لا تختلف عن داعش، هذه الجماعه في الحقيقه هي التمهيد لان تنضم الشباب الى داعش، الافكار التي يقولونها لها علاقه بهذا. فالدور المهم جدا اللي احنا لازم نركز عليه ولابد ان، وفي الحقيقه هو دور لما حضرتك تتابعي غايز جدا هذه الجماعات، يعني ما تشوفي الهجوم على دار الافتاء المصريه والهجوم على ما تقوم به دار الافتاء المصريه من الجماعات من هذه الجماعات هتعرفي قيمه هذا الدور المهم جدا التي تقوم به دور الافتاء من هذا الرصد المنهجي العلمي الرصين. وفي النهايه كمان يعملوا مخرج بسيط جدا يقولوا فيه ان هذه، يعني لما تقول دار الافتاء المصريه انها ان العالم حتى الفرق الاسلاميه لم ترى جماعه كهذه الجماعات في استغلال الدين وفي استغلال الوطن وفي استغلال شعارات الدين للوصول الى مكاسب حقيره في الحقيقه ليس لها علاقه بالدين وليس لها علاقه بالسلطه. الامر الثالث اللي احنا لابد ان احنا نركز عليه ان مهمه الوعي مش مهمه مؤسسات بس. يعني مش مهمه الازهر ومش مهمه دار الافتاء ومش مهمه وزاره الاوقاف ولا مهمه الاعلام ولا مهم، هي مهمتنا جميعا. حضرتك انا هوضح لك تجربه بسيطه جدا، الاسر لما بيبدا الشاب فيها يكبر فهم في او 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 الطفل يتحول لمرحله الشباب هم عايزين يعرفوه معلومات دينيه، فاول شيء بيفكروا فيه يعرفوه في المعلومات الدينيه بيودوه المسجد. لما حضرتك مساله توفير الداعيه المستنير المعتدل الذي يعبر عن سماحه هذا الدين هي مساله امن قومي. هضرب لحضرتك مثال بسيط، ماذا لو ان مصر ما عندهاش ائمه بعد بيان 3 يونيو اللي كان اذاعه الرئيس السيسي وكانت موجوده فيه الازهر والكنيسه وكل قيادات مصر، كان يوم 3، لو ماذا لو ان احنا يوم الجمعه ما عندناش علماء يستطيعون ان هم يصعدوا المنابر وان المنابر موقوفه فقط على علماء الجماعات، كانت بقت كارثه. لكن في الحقيقه فكره ايجاد العالم المستنير المعتدل المدرب الذي يملك تقنيات حديثه، الذي يستطيع ان يتواصل مع الاخر، الذي يستطيع ان يبسط المعلومات، الذي يستطيع ان يتماشى حتى مع الافكار المتغيره، هذا امر مهم جدا. وديت المواجهه الثالثه في فكره خلق الداعيه. الامر الرابع المهم جدا في فكره المواجهه الالكترونيه، لازم نوضح امرين في غايه الاهميه. لازم تطلع مبادرات مجتمعيه وتتبناها الدولة ان تعمل ازاي ان انا اتابع المعلومة. يعني انا دلوقتي لو تلاقيت بوست موجود على الانترنت ده هنا بقى دور المجتمع المدني، يعني مش بس دور المؤسسات والهيئات، لا ده دور المجتمع المدني. ان انا اعمل مبادرة ازاي اتابع، على فكرة كما ان الانترنت والتواصل الاجتماعي ينشر المعلومة المغلوطة، هو كمان فكرة متابعته سهلة. ان انت توصلي مين مصدر المعلومة، لازم نجمع المصادر بتاعة المعلومة المغلوطة اللي ضد الوطن وضد الناس ونعمل بيها نشرات توضح للناس. المواقع دي هدفها وادي الكلام اللي هم كاتبينه،
وادي الواقع اللي تأكدنا منه مغايرة هذه المعرفة. وكمان بنقوم بعملية إتاحة المعرفة للناس، يعني أنا يبقى سهل بالنسبة لي إن أنا أتيح له المعرفة السليمة، وده دور مهم جدا بيقوم بيه بتقوم بيه دار الإفتاء، بتقوم بيه وزارة الأوقاف بالنسبة للتدريب الأئمة، بيقوم بيه كمان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء. بتجدي إن كل فترة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بيعمل نشرة صحيح. يطلع فيها الإشاعات في كل الشائعات ويوضح إن فأنا أجمع المصادر اللي عملت هذه المعلومات، أقول دي في أعمل لها بلاك ليست، أعمل لها ودي مبادرة لابد إن هي تيجي من المجتمع المدني. يعني خامس حاجة ودي حاجة مهمة جدا، إن إحنا لابد إن إحنا يبقى في عندنا مشروع فكري وحضاري مكتمل. ما نجيش نقول اصل المشروع ده هو مسؤوليه المؤسسه الدينيه فقط، او مسؤوليه وزاره الشباب فقط، او مسؤوليه وزاره الثقافه فقط، او مسؤوليه بعض الجهات دون بعض، او اوارم المسؤوليه على الاعلام. لابد ان احنا نعمل مسؤوليه تنسيقيه مكتمله، توجه عام بالظبط. يبقى احنا بنتكلم على وطن، وبنتكلم على وطن، يعني حضرتك انت متخيله ان لما القمه العربيه الاوروبيه كانت في شرم الشيخ، كانت اهم محورين هي اتكلمت فيهم محور الاستثمار ومحور مواجهه الارهاب. صحيح. ومحور مواجهه الارهاب هم ركزوا فيه بشكل كبير جدا على فكره المفاهيم. انا هضرب لك مثال بسيط جدا على موضوع المفاهيم ده، لازم نتواصل فيه ونوضحه للناس. لما يجي داعش تقول على نفسها ان هي الدوله الاسلاميه، حضرتك اصلا فكره الدوله دي مفيش موجود في الاسلام، فكره الدوله يعني الدوله اللي هي الشعب والاقليم والحدود دي مش موجوده في الاسلام. ده مصطلح طلع في القرن الستاشر في اوروبا على موضوع الدوله. هتجد ان في مفكرين في القرن الـ18 والقرن الـ19 بداوا يتكلموا على موضوع الدوله ده عشان يدخلوا في الاسلام. تخيل ان الفكره دي تتكون في الاخر ويبقى التعبير عن فكره الدوله الاسلاميه يبقى بيعبر عنها في النهايه داعش. لازم هذه الافكار لابد انها توضح الناس. لازم نوضح للناس ان الاسلام اللي نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجي بعد سيدنا النبي، طرق الحكم فيه تغيرت. نعم. يعني طيب. يعني ما نخلطش بين طرق الحكم وبين فهم الدين. خلينا نكمل الاليات حضرتك. فضل. قلت تقريبا 5 من الاليات لمواجهه الافكار المتطرفه، بس بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه الجوله من الان. اهلا بكم من جديد في استوديو الان. ارحب مره اخرى بضيفنا في الاستوديو الاستاذ عبد الغني هندي، عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. استاذ عبد الغني، برحب بحضرتك مره اخرى. قبل الفاصل كنت اتحدث عن الاليه اللي من المفترض ان يتم اتباعها في المجتمع لمواجهه الافكار المتطرفه وربما الفتاوى ايضا المتطرفه. لو سمحت حضرتك تكمل النقاط في الاليه دي. تمام. نيجي بقى حضرتك للأدوار اللي بتقول اللي ملقاة على عاتق الناس اللي بتواجه الأفكار المتطرفة. في النهاية اللي هيواجه الأفكار المتطرفة ويوضحها للناس هو راجل لا إما مثلا إعلامي، لا إما إمام، لا إما مثقف، يعني اللي هو هيقوم بفكرة مواجهة الأفكار المتطرفة. أولا في أدوار مهمة جدا لازم نقوم بيها، يعني في أدوار موزعة لازم إن احنا نقوم بيها. أدوار المؤسسات في مسألة التنسيق ومسألة خلق التمويل، ان احنا يبقى في تمويل مناسب لمسألة حضور، زي ما قلت لحضرتك كده، اصبح الان مسألة التسويق الالكتروني صناعة، وصناعة محتاجة الفلوس عشان يتم التمويل اليها. هضرب لحضرتك مثال بسيط جدا. هل من الافضل لما انا اجري لقاء مع حضرتك ان احنا نعمل اللقاء على اليوتيوب لو هو ساعة الساعة مع بعض، ولا احنا نقسمها مثلا كل دقيقتين بمعلومه مختلفه؟ اكيد. طيب. في التسويق الافضل ان احنا نسوقها دقيقتين. طيب. في معلومه مختلفه. طيب. لان ده يبقى اسهل، الناس هتشوفه بشكل واضح. وده السمه الرئيسيه الخاصه بالانترنت وبمواقع السوشيال ميديا، الفكره يتماشى مع الباقه، يتماشى مع الاجازه، يتماشى في فكره اصول الرساله. فيبقى انا لازم، وده عمل تسويقي. طيب. عمل احنا بيبقى عندنا منتج كويس جدا وهايل وعبقري وعظيم وتاريخي، واحنا مساله التسويق دي بنقعد نتكسل فيها. زي ما قلت لحضرتك ان في مشكله حقيقيه حتى بتواجه القياده في مساله النخبه، اللي هي القناه اللي بين القياده وبين الناس عشان توصل المعلومه والمعرفه.
مسألة خلق القنوات الجديدة ديت والتواصل مع الناس بشكل سليم وعلى الأرض ده لازم يحصل. الأمر الثاني في دور مهم جدا من الأدوار المهمة جدا على الأسرة على الأسر. أنا لابد أن أنا يبقى عندي متابعة سواء في مرحلة الطفولة أو في مرحلة الشباب للسلوك بتاع الولاد، لأن في الحقيقة هذه الجامعات استطاعت أنها تخترق مؤسسات كثيرة جدا واستطاعت أن هي تجذب، هي سمة هذه المجموعات الكاذب. أنا أتذكر أن كان في بيان مهم جدا للأزهر سنة 54 كان بيتكلم فيه، كان في حاجة اسمها جماعة كبار العلماء بالأزهر الشريف. جماعة كبار العلماء بالأزهر الشريف قالت كده بالنص سنة 54، قالت أن هذه الجماعات خرجت وكذبت وزورت ودلست ما تقوله في مجال الدعوة الإسلامية وأنها خرجت على كل هذه التقاليد وكل سنة 54. العلماء بيقولوا على هذه الجماعة هذا سنة 54، هذه الأفكار احنا بيحصل ايه؟ بترجع لورا، ما بتبقاش هي اللي موجودة على السطح، لا لازم تبقى موجودة على السطح. أيضا لازم ان احنا ندي الناس في الأسر، لازم الناس في الأسر تركز على النماذج الوطنية بدون ان انا ما عودش اقول لابن اصل ده مسلم وده مسيحي، ان ده مش عارف بيمشي ايه وده، لا النماذج الوطنية في النهاية اللي بتبني هذه الوطن. يعني التركيز مثلا على شخصية مهمة جدا زي شخصية الدكتور مجدي يعقوب، هذا الدور المهم الذي يقوم به، ما فيش حاجة فيه اسمه هو المنظور الوطني، من منظور وطني، ان انا اخلق جوه الولاد تسويق هذه النماذج. صحيح. ان فحتى الجماعة بتوع المسلسلات لما يجوا يعملوا مسلسلات نرجوهم ركزوا على هذه النماذج الوطنية، الكتاب يركزوا على كتابة هذه النماذج الوطنية اللي تتعلق بيها الشباب، مش شخصية تدعو الى البلطجة وتدعو الى عدم احترام القانون وفي الاخر نطلعه ان هو النجم اللي عند الشباب، لا هو ماذا لو ان هم خدوا شخصية مثلا دلوقتي زي شخصية لعب كرة محمد صلاح واتكلمنا عن خلفيات حتى قبل وصوله للعالمية، المجال خصب. طيب. يمكن حضرتك يعني هنا يعني فكرة النموذج والقدوة ده أمر مهم جدا لازم نوصله للأسرة. طيب يمكن حضرتك هنا بتتكلم عن فكرة الشاب أو الطفل في الأسرة كمتلقي دائما. طيب لو أنا عايزة أخليه شخص مش متلقي ولكن هو بيميز أيضا، يستطيع تفنيد، يستطيع تمييز ما هو متطرف وما هو معتدل، ازاي نقدر نرسخ ده في عقول الاطفال والشباب؟ يعني الاسره حضرتك اتكلمت عن دور الاسره. صح. طيب ازاي هم لو حد واجه لهم فكر متطرف هو يقدر يميز ويقول ده فكر متطرف؟ هقول لحضرتك ايه من خلال مجال الخبره، هقول لحضرتك ازاي هو ايه اللي بيختلف عن خطاب الجماعات وخطاب العلماء الدين. صحيح. خطاب الجماعات كل خطابه مركز على العقيده، على الحرام والحلال. تلاقي حضرتك لو انت عندك طفل صغير راح قاعد مع سواء كان بيحفظ القرآن، هم يدخلوا على موضوع تحفيظ القرآن الكتابي، الدروس اللي موجودة في المساجد ما يجوش في الخطبة، في الدروس اللي موجودة في المساجد، فيبدأ الطفل أو الشاب يرجع يتكلم دايما في الأسرة على موضوع الحلال والحرام. الداعية اللي هو الوسطي مفروض في البداية يتكلم على الأخلاق، يتكلم على التربية، يتكلم على التسامح، مفروض الفترة الأولانية اللي أنا بربي فيها النشأ أكلمهم عن الأخلاق. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلق قرآنا يمشي على الأرض، النبي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخر، مع المسلم وغير المسلم، شوفي سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه لما يرفض وهو واقف قدام القاضي إن القاضي يقول له يا أبا الحسن وما يناديش لليهودي بكنيته، يقول له لا زي ما نادتني بالكنية، وبعدين القاضي يحكم في الحكم لليهودي ضد سيدنا الإمام علي. فيقول له دين يساوي بين الحاكم وبين الرعية، له دين. شوفي هذه النماذج. لا هو هيجيب له دايما الكلام على الحلال والحرام، الكلام على ان المجتمع في النهاية بقى هيوصله بإيه بالحلال والحرام، ان المجتمع بيحكم بغير ما انزل الله. يبقى اذا اللي بيحكم بغير ما انزل الله هو مجتمع كافر، وطالما هو مجتمع كافر يبقى احنا لازم نقاوم هذا المجتمع. عشان كده داخل الاسر تجد النوعية ديت اللي بتقابلها الافكار، تلاقي بقى في حدة في التعامل مع الاب والام، بقى في حدة في التعامل مع الناس، وده ليس هو حتى لو هو ولد بتلاقي حدة في تعامله مع اخته. المفاهيم الخاطئة ده الدين علم اللين. ده النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه امرئ الا واخترع ايسرهما. ده الدين بيعلم الرقة، حتى بيعلم الرقة في المشاعر، حتى بيعلم الرقة في القلب، حتى بيعلم الطيبة. نعم. ربنا سبحانه وتعالى لما يجي في القرآن يوصل الران، يقولون العلماء في كلا بران على قلوبهم انه كلما اذنب العبد نقطت نقطه في قلبه فيصبح قلبه اسود. طيب استاذ عبد فبيعلم الغلظه. علشان نستثمر الوقت المتبقي، في نقطه مهمه جدا، النقطه دي متعلقه، طب احنا اتكلمنا عن الداخل واتكلمنا عن الاسره واتكلمنا عن المؤسسات الدينيه وايضا المجتمع المدني،
عايزين نتكلم عن الأفكار المتطرفة القادمة من الخارج، الدول اللي بتدعم الإرهاب، هي لا تدعم الإرهاب فقط بالسلاح والعتاد، لكن هي كمان بتدعم الإرهاب بالفكر، بنشر فكر التطرف. إزاي ممكن الشباب يواجه هذه الأفكار المتطرفة القادمة له من الخارج أصلا وليس من بلده؟ بص حضرتك، هو في شكلين من أشكال التطرف الفكري، التشدد والانحلال. ما هو الانحلال برضو تطرف، صحيح، وهو على فكرة الاثنين بيعيشوا على بعض، يعني الاثنين يعيشوا على المتطرف يتهم المجتمع ان يبقى منحل انا لازم ابقى اكثر تشددا، والمنحل يقول لك المتطرف فانا لازم ابقى اكثر، وهما الاثنين يعني تطرف، هما الاثنين بيستبدلوا اماكنهم في كثير من الاحيان، صح، لان هو يعني اضطراب نفسي، يعني هو اما يكون متطرف او متطرف من الناحيه الاخرى، ما هو يعني ما فبيستبدلوا اماكنهم. عشان كده هي رساله الاسلام لما جه قال وكذلك جعلناكم امه وسطا، المفسرين قالوا ان الطريق هو الوسط اللي على اسمه ايه، حرف الطريق، عشان كده سمي منحرف. طيب، يعني هذا من جانب وهذا من جانب، سمي هذا منحرفا. طيب، هو لما بيجي المدخل ده هو هدفه ايه؟ يعني لما بتيجي حضرتك تشوف النشاط اللي موجوده في داعش على السوشيال ميديا، عدد صفحات بالالاف، 12800 صفحه، نعم، وبيستخدموا تقنيات مبهره، صرف كبير جدا. هو الهدف ايه؟ هو عايز يحافظ على البيئه الخصبه الحاضنه للتشدد، سواء كان هذا في الداخل او في الخارج. شوفي حضرتك الموقع جلوبال لما عمل رصد لموضوع التجنيد على الانترنت، الغالبيه المجنده على الانترنت من الغرب، غالبيه الشباب المجند على الانترنت من الغرب، مش على فكره عكس ما احنا بنقعد نتكلم طول الوقت، ليس من الدول العربيه، هو من الغرب. ده دليل على ايه؟ هي في بعض الافكار اللي في بعض المفكرين بنوا عليها هذه التنظيمات. حضرتك تستغربي ان مين اللي ادى الفلوس الاولانيه لحسن البنا عشان يؤسس جمعيه الاخوان المسلمين؟ المخابرات البريطانيه. المبلغ الاولاني اللي ادوه لابو الاعلى المودودي في الهند، شوفي في الهند. تخيلي ان حتى الجماعات اللي انشئت في جنوب افريقيا اللي في بدايه هذا القرن وفي القرن في بدايه القرن ال 19 كان التمويل من هذه المخابرات. حضرتك تستغربي ان الكتب بتاعتهم تلاقي كتب مطبوعه طباعه فاخره جدا والكتب رخيصه. من اين ياتي هذا التمويل؟ حضرتك مش الاعلام الغربي تحدث عن الاتفاقيه اللي كانت بين الولايات المتحده الامريكيه وتركيا اللي قالت لهم ان الاسلحه اللي موجوده في ليبيا، مش ده الاعلام الغربي كتبه وكان موجود في الوثائق، ان الاسلحه اللي موجوده في ليبيا هتنقل الى تركيا وان تركيا هي اللي هتوصلها للبؤر الموجوده فيها النزاع في شمال سيناء وفي العراق وفي سوريا. مش ده اللي كتبه، ده اللي كان حاصل. حضرتك هتستغربي ان كل الناس اللي نزلت ما نزلوش كده من السماء، نزلوا في راحوا سوريا، وما نزلوش كده من السماء، نزلوا راحوا العراق، دخلوا عن طريق الحدود التركيه اللي موجوده في تركيا. عارفين معنى دخلوا عن طريق الحدود يعني ايه؟ يعني عارفين اسمائهم، عارفين ارقام جوازات السفر، عارفين بياناتهم الشخصيه، عارفين تحاليلهم حتى والتحليل اليهم. هذه المساعده الدوليه، الاموال اللي بتنقل، الاموال اللي لما يبقى في خليه في داعش بيتم القبض عليها او حتى بعض الخلايا اللي موجوده في سيناء بتجدي معها اموال، التقنيات الحديثه جدا، التقنيات اللي بتبقى موجوده في بعض الدول اكتر من التقنيات اللي بتملكها الدول نفسها، اللي بتملكها المؤسسات الرسميه اللي موجوده في الدول. هتقولي لي ان دي موجوده يعني صنعت وموجوده في الداخل، لكن في ممرات امنه اسست لهذا التمويل، سواء التمويل اللوجستي او التمويل المادي، ده موجود وفي اتفاقات، والاتفاقيات الدوليه التي عقدت. وحضرتك يمكن كان في تقرير قبل ما احنا نبدا الهوى في مطالبه الرئيس ان لابد ان هذه الاتفاقيات الدوليه اللي شارك العالم كله في وضعها ان هو يحترمها ويلتزم بيها. النهارده خطوره الارهاب بدا يتحول للدول اللي كانت داعمه له. هو في النهاية لو لقى محاربة شديدة وزي الدور اللي بتقوم بيه القوات المسلحة والشرطة في سيناء، هيهرب على الدول اللي مولته وهيقوم بعملية تفجير. وأحداث 11 سبتمبر ليست بالبعيدة في تمويل أمريكا لتنظيم القاعدة، وبعدين تنظيم القاعدة يرد عليها. وأيضا يعني داعش في النهاية الدول اللي كانت بتمولها هتطلب منها الفاتورة، هتقول لها ما فيش الفاتورة، هتقوم بتنظيم عمليات داخلها. الخطر هو خطر الجميع. وزي ما الغرب كان بيتكلموا من 20 سنة، احنا ليه ناسين الكلام ده؟ لما كانوا بيتكلموا دايما من 20 سنة ان في حاجة اسمها صراع الحضارات، وان احنا لابد ان احنا الحضارة القوية هي التي تقهر الحضارة الضعيفة، وده كان النموذج بتاعه اللي حصل في العراق.
هو اللي حصل في العراق اللي له علاقه بالمواثيق الدوليه او بالاعراف او بكلام الامم المتحده او بالسياسه ما كانش له علاقه بكده خالص. طب استاذ عبد الغني يعني فده لابد ان احنا لانه الوقت يعني اشرف على الانتهاء، عايز اعرف من حضرتك هل هناك اليه لمواجهه الافكار المتطرفه القادمه من الخارج، ام نفس بنتبع نفس الاليه اللي حضرتك ذكرتها في مساله التطرف داخل المجتمع، سواء كان بقى من ائمه متطرفين او من يعني مؤسسات دينيه او حتى من الأسرة، هل الخارج أيضا الأفكار القادمة من الخارج لها نفس الآلية والمجتمع المدني أيضا منوط بدور؟ لا، المجتمع المؤسسة الدينية لها دور مهم جدا في الخارج وفي مواجهة الأفكار الواردة من الخارج، لأن في الحقيقة ده دور مهم جدا، ده دور هام جدا، إن أنا بوضح البيئات مختلفة والفتاوى التي تصدر في دولة تختلف عن الفتاوى التي تصدر في دولة أخرى باختلاف الأماكن وباختلاف الزمان وباختلاف المكان. أيضا فكرة الدعاة نفسهم لازم يبقى عندهم إلمام بالمواثيق الدولية، بمواثيق حقوق الإنسان، بمنظمات مكافحة الإرهاب. صحيح، لأنه لما بيكون في مؤتمر أو في منتدى دولي أو أيا كان يعني بيتم توجيه الأسئلة إليهم لازم يكونوا عارفين كل هذه البنود وكل هذه المواثيق. لازم هو حضرتك لما تشوفي ما صدر عن الأمم المتحدة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في موضوع ازدراء الأديان اكبر بكثير جدا من اللي موجود في داخل القوانين المحليه. فهو لابد ان هو يبقى عنده المام بهذه التغيرات. لازم كمان في موضوع تداول المعلومات لابد ان يبقى فيه تنسيق دولي في موضوع تداول المعلومات، بمعنى العالم بره مهتم جدا بفكره المرجعيات. لابد ان تبقى فيه مرجعيه علميه، لابد ان تبقى فيه مرجعيه سياسيه، لابد ان تبقى فيه مرجعيه لعلوم الاسلام. في النهايه فلتره هذه المعلومات لابد ان احنا نعترف بيها، ان يبقى فيه فلتره. الامر المهم جدا ان كما ان الشر يتكاتف وكما ان الشر ينسق وكما ان الشر يمول وكما ان الشر يجد له طرق كثيرة جدا للتشعب، نحن أيضا لابد أهل الخير في كل العالم والناس الذين يحملون على عاتقهم هم التقارب وهم الحوار وهم قبول الآخر وهم تصدير الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان للآخر، لابد أنه كمان يتكتل في مسألة مواجهة مثل هذه الأفكار. يعني المواقع التي تبث الأفكار المغلوطة معروفة، الأشخاص الذين يتبنون الأفكار المتشددة معروفين، القنوات التي تصدر عنها الأفكار المتشددة معروفة، حتى الكتب التي تباع على الأرصفة بجوار في منطقة الحسين ومنطقة الأزهر ومعروف مين اللي ألف هذه الكتب معروفة. لابد من أخذ إجراءات استثنائية في مواجهة هذه الأفكار سواء من الداخل أو من الخارج على نفس المستوى. وأيضا هناك أمر مهم جدا، لابد على من يعمل في مجال الفكر وفي مجال الاستنارة وفي مجال الفهم والفكر الديني، لابد أن يعلم أنك إذا تركت متطرفا يذهب إلى الإرهاب أنت ستحاسب أمام الله. نعم. مثل من جنده بالضبط. طيب أنا وقت هذا الهم مهم جدا للأسف وقت الفقرة انتهى. أنا بشكر حضرتك لإتاحة هذه الفرصة. شكرا يا فندم. شكرا. أستاذ عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شكرا على وجودك معنا. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الفقرة من استوديو الآن، شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.